ان نروح طوكيو، لان يعني بنبارك الحقيقه لفريق اليد اللي شرفنا في مباراه النهارده بشكل كبير، واخبار كتير واحداث كتير من طوكيو مش عايز اجتهد برضو فيها. معانا المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه من طوكيو ورئيس البعثه. هشام بمساء الخير. يا اهلا وسهلا نور كابتن سيف، ازيك؟ ازيك يا فندم؟ انا مش عارف مساء الخير ولا صباح الخير عند حضرتك. احنا الاثنين مع بعض مساء وصباح واسلوب وكل حاجه يعني. يا رب دايما وبالتوفيق ان شاء الله. يعني الف مبروك النهارده على اليد الكوره، الحقيقه اداء برضو جيد مع الكابتن شوقي غريب. طمنا على البعثه والناس ممكن تكون قلقانه من النتائج. والله اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني زي ما قلنا قبل كده كل حاجه اتعملت على اعلى مستوى كويس قوي. الالعاب اللي احنا قلنا غايبين منها في المنافسه لسه ما جاتش دلوقتي، كلها هتيجي من يوم 30 في الحته دي 29 و30 اللي هي الكاراتيه والرمايه والروسيه وبعض والمصارعه. عندنا اكثر من لعبه ممكن احنا قريبين منها لسه ما جوش دلوقتي. كل الالعاب اللي احنا عملنا فيها اللي النهارده لم نوفق فيها ما كانتش حاجه غريبه عننا، احنا كنا عارفين الاسباب بتاعتها كلها موجوده. فما فيش بقى ان اول يوم زي ما الناس كلها بتحب البلد ومتشوقه ان البلد تبقى تجيب الميداليات، يعني تفتح من اول يوم كده حنفيه ميداليات عشان من اول يوم نقدر نجيب ميداليات كتير. هذا كلام طبعا مش منطقي ولا محسوب ولا كان موجود. انما اللي عايز اقوله النهارده برضه الاداء كان في حاجات كتير كانت كويسه جدا، كويس جدا. النهارده مثلا محمد عامر لاعب السلاحي يقصي الحامل الامريكي حامل الميداليه الفضيه في اولمبياد ريو دي جانيرو، وبعدين يلعب في الدور اللي بعده مع بطل العالم الكوري وبطل العالم يطلعه. ده انجاز كويس. الولد عنده 23 سنه، فده انجاز كويس اللي بعد الثلاث سنين الجايين يبقى في فريق قدر يعمل حاجه كويسه لاول مره يشترك في الاولمبياد. يعني عندنا تحليل ان شاء الله هنبعته لكل نتيجه ما جابتش ميداليه، خلينا نقول كده، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل حاجه من في الالعاب اللي احنا وعدنا ان احنا قريبين من احراز ميداليه باذن الله. هل يا فندم النتائج المتحققه حتى الان، يعني اللعيبه اللي لعبت حتى الان بارقامهم وكنتوا متوقعين كده، وما يخص السباحه بالذات القماش وفريده عثمان؟ حضرتك عشان نقول الكلام ده طبعا احنا كنا متوقعين كده. القماش اولا المسافه بتاعته هي 800 متر مش 400 متر، فهو بيلعب في 400 متر وده حاجه كويسه جدا النتيجه اللي هو عملها. وفريده ال 50 مش ال 100 وفريده ال 50 مش ال 100 فريده بتنزل في لعبتها الاساسيه 50 متر فراشه اللي هو مش موجود اساسا، المسافه دي مش موجوده اساسا الا في بطولات العالم وليس في الاولمبياد. وعملت رقم كويس، من كسرت الرقم بتاعها القديم هي جابت 58 وشويه، 58 بشويه، فكسرت رقمها القديم. دي مش المسافه بتاعتها. فريده لسه هتنزل كمان في 50 متر حره وال100 متر حره برضه، دول مش المسافات بتاعتهم. انما هي افضل نتيجه ممكن تجيبها بنت في مصر موجوده هي فريدة عثمان في الوقت الحالي، بغض النظر كان في مسافتها او مش في مسافتها. فدي حاجه كويسه، كل ده احنا متوقعينه، مفيش حاجه احنا ما كناش متوقعينها. وحتى النتائج مثلا عندنا في النور موجوده في وزن 49 كيلو في التايكوندو، اما تلعب مع بطل التركيه من المصنفه اعلى منها بكتير وتخسر منها 21-20 فرق نقطه واحده، دي كل الحاجات دي احنا عارفينها. ما كانش في حاجه من دون خالص احنا بنقول هننافس على ميداليه ولا حاجه، انما حتى كتير من اللي جابوا النتائج دول هيبقوا ان شاء الله في الدوره الجايه احسن. فاحنا بنعتبرهم في المره دي ما جابوش نتائج ميداليات زي ما الناس عايزه، دي اول مره يدخلوا، وان شاء الله سنهم ياهلهم ان يشتركوا في الاولمبياد الجاي في باريس او حتى اللي بعده في لوس انجلوس. ما يخص يا فندم توقعاتنا في الميداليات القادمه، توقعات حضرتك ممكن ننافس على كم ميداليه؟ والله انا دايما انا بقول احنا قريبين من المنافسه، قريبين من المنافسه على خمس ميداليات سهل جدا، قريبين من المنافسه موجوده في العاب اللي احنا قلناها، قلنا في الكاراتيه، قلنا في المصارعه كان ولاد او بنات في المصارعه، قلنا عندنا حظ في الجودو، عندنا رمايه برضه احنا قريبين منها، عندنا اذا ربنا وفق هتبقى في الفروسيه احنا برضه قريبين منها، عندنا العاب كتير احنا قريبين منها بس ربنا يوفقنا وارقامنا تقول ان احنا ممكن نجيب ميداليات. وفي نفس الوقت احنا كسبنا الناس دول قبل كده في بطولات مساويه للاولمبياد زي بطولات عالم او كؤوس عالم،
بنفس المنافسين، فاحنا طيبين وانقصنا التوفيق زي ما كسبناه في بطولات العالم بتوفيق ربنا، اذا بقى التوفيق معانا ان شاء الله نبقى احنا قريبين جدا من المدريات. انا عايز بس اكد مع حضرتك معلومه يا فندم، يعني في العاب عشان الناس برضو تبقى فاهمه معانا، في العاب زي اللي حضرتك قلتها وزي الرمايه، الابطال بتوع الرمايه لو ضربوا بمستواهم العادي علقوا ميداليات العادي، يعني الناس دي مش راحة احتكاك، الناس دي ابطال عالم، عزمي محلبة واحمد توحيد والمجموعة اللي موجودة كلها هناك نجوم كبار جدا وضربين الناس دي في اكتر من مناسبة قبل كده. ما يخص امور فريدة عثمان والقماش، لان انا برضو النهاردة لقيت على السوشيال ميديا الناس ما تتبحوش فريدة وفريدة، يعني فريدة بطلة ونجمة كبيرة مش راحة بالصدفة، اخد بطولات عالم كتير جدا جدا جدا. الاولمبياد شيء مهم، ولكن الاولمبياد مش نهاية المطاف، الاولمبياد مش نهايه المطاف، ولسه البنت عندها سباق تاني، ومش بتكلم على فريده بس، بتكلم على فريده واي حد، حتى اللي ما يوفقش ما تكونش نقطه صفر، تكون نقطه نكمل ونبتدي بيها، لان هو ده دايما اللي احنا بنبقى عايزينه. يا فندم حضرتك، انا اللي انا عايز اقوله الاجتهاد والجديه والالتزام، والالتزام اللي زي ما بنكرر تاني وبنقول ان هو قدره وقيمه في خامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فريق كرة اليد ملعب في بطولة العالم وطلع السابع، هذا هو التقييم، التقييم اللي هو ايه المستوى بتاعك، انت بتعمل فيه ايه، الاداء بتاعك شكله ايه، قد ايه بذلت مجهود في الوسيله بتاعتك والغايه بتاعتك اللي هي الميداليه ان شاء الله ما جاتش النهارده هتيجي بكره، ما جاتش في اللعبه دي هتيجي في اللعبه اللي بعدها. اللي انا بقول لحضرتك النهارده اما لاعب السلاح بتاعنا يحصي حامل الميداليه الفضيه في ريو دي جانيرو الاولمبياد اللي فات على طول، هو ده عنده حوالي 29 او 30 سنه، والولد بتاعنا عنده 23 سنه، هيرجع ايه يتقال ايه للي فقد مكانه من ولد مغمور لسه جديد وخسر الميداليه اللي حصل عليها الميداليه الفضيه من ولد صغير لسه، هيرجع امريكا بخبرته وحاجته يقول ايه، نقول ان هو ده الرياضه، هي الرياضه كده، وهو كسبه لان الولد مميز، وان شاء الله اما ياخد الخبره الاكبر هيبقى برضه يتساوي يكسب اللي بعده اللي بطل العالم اللي كسبه اللي هو كوري، المره الجايه هو هيكسب الامريكاني وهو كوري وهو الانجليزي باذن الله. اتمنى لك يا فندم كل التوفيق ان شاء الله، ونتابع مع حضرتك على طول، وبالتوفيق يا باشمهندس في اللي جاي. شكرا جدا لك، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، وزي ما قلنا دايما لفظ